السلام عليكم متابعينا، مباشرة من الدار البيضاء. حريق مهول يشب تحت القنطرة بطريق السيار بالدار البيضاء كما تشاهدون في هذا الفيديو، فإن السلطات تحاول أن يمر الجميع بسلامة، وكذلك تحاول منع السيارات من الوقوف لأن المرة يحاولون مشاهدة الحريق الوقوف لمشاهدة ما يجري. مجهودة جبارة لإطفاء الحريق، ولحد الآن لم يعرفوا سبب هذا الحريق الذي شب تحت القنطرة في الدار البيضاء بالطريق السيارة. صادم ما حصل فجأة، ما هذا الحريق الذي شب وكان مفاجئ، يحاولون إثبات الحريق وكذلك يحاولون أن يتم مرور السيارات بسلامة. سأترككم مع مشاهدة الفيديو.